بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. وحين إن شاء الله تعالى هل كان عاوة كبلا بينا هردعي كلمة اللي يدين إعلامي أهايد فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعوان آديات أقود بلارا هل فردي أما الله فردنا لغسو كوبي كرين مسائل كيسية عليس كيسة هذا الشيء وحي من مركان وكقارنه دعاء يو معلمين تا يددك عمل كان دعوية كهولا حسوسين وأه بين إن شاء الله تعالى هالوينات كيسة تتابنين كلمة هردعة مال مالمها كمدة إلهي سبحانه وتعالى النبي كيسة وحوا فتشيي إنه مدينة نحقا دا ودوين كي سوى ميل مريو وحو سوى مريو قبل ير يرو عنصاريت ودربان قراء عانية برامبورية برامبور كودو حكمي داين إلهيين نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري مركز النبي عليه الصلاة والسلام الله يعلم إني لا أحبكن إلهي أقي هاي إنا إذن شعلا سيدوك لو حان لي هاي إلهي أقي هاي إنا إذن شعلا مرك الله إذن بركيو وجوه قيمة بدن ونورية طلبة العلم دعاء يا فردية هذا الكيو مركا وحكو كوبن بو أهان دونا واحد أكتاي مكوشة ما مقشين واحد ليه واحد أكتاي مكوشة مركا كلمة ضدك مرنا تنبيه بس كن نقطة مرنا تعليم بين نقطة مرنا تذكير ما نوجدنا فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذينو جذق الله الدعوة وحل جود تعريفات كأنه كهرانين أيه وحوي تبلغ الناس تبلغ الإسلام للناس وتعليمهم إياه وأمرهم به والإنكار على من خالفه وقتال من يأبى الخضوع لحكمه أنت سلقك الدعوة مركز ربطه إنها تطيحه ومعنى هذا يهي دعوة وحوي إسلام كودتك لغارسيو أحكام الدين يدو أمد مسلم كالله برو وناقو الله فرو لقون صدو للدقاء لما أحد كالدين كقرم مريا بال مريا هذه التبر له هلان اللي اسكرد عشو للدقاء لما أحد كالدين إنوه قان سمو حكم كإله دعوة وإنتا وحيكا كوبانتا هاي غارسين رنبال كإسلام كأمد لغارسيو بريد لا برودت كخير ك وانا اقول لفرو حمه ولا قريبه بحسب القدره والامكان كل بس دي لا اودا ما الهي كو سخره هذه هي الدعوه اما بركان رمينا فق الدعوه اوجد ابنه فق الدعوه اللي يداه انتم باسكو قبنيسا والاحكام المتعلقه بمقاصد ووسائل تبليغ الناس تبليغ الاسلام للناس وتعليمهم اياه والإنكار على من خالفه بأيسر الطرق وأقوم الحجج فقه الدعوة وامح وإن أدبرته أحكام تكاغا آدن ومدد يريس وإن أدبرته وحا أديك خسية وإن أدبرته ودوينك أهلا يقابك أوقف ضد الروح الدين كله يريكر وإن أدبرته حجوينك أوقع عد آدمها الغوقا عنكر سيد دينك إسلام أوصو قلا فق الدعوة أنت وحديث كوكوس أبسط أمد كأجا آدن طريقة أجابا إذ أمر يكرتو ضد كأن الدين كأقوي ضد أقو باقدو هذه حجوين يبراهيم لوبا هذانا أدوران كرتو حجدا وعد الروح الدربا وكوكان عكر ودوين توبيا أي كوارد ديرو وريك ديرا شيرا مركا فق الدعوة أنت هذا فقه إذا تعرفين ما يهران بتكسر درجته وحنوجد بينا حكم الدعوة إلى الله الدعوة إذن قيحي فقه الدعوة حلقة وضعنا وإذن شيغي حكم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مركك وبدو حولينا هاي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة الأنبياء والرسل وهوشي يشقدي يحلك أنبياء الرسل شوية الدعوة إلى الله نبي الله آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام
wixii loo soo diray waxay ahayd aadamaha iyo bashariyadda inay diinka ugu yeedhaan oo alla ku xidhaan oo xumaha uga digaa. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إذن كوحال إذن كيري ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حكم الدعوة إلى الله وواجب ومضر دن xilki nabigu maxamed calayhi salaatu wasalaam uu taagnaa ee loo soo diray ummadda muslimka asaga rumaysay raacday waajib ku yahay xilka inay qabtaan oy aadamaha iyo bashariyad diinka ugu yeedhaan waa farad calaa jamiici lumma calaa sabiili lkifaaya fardu kifaaya uu ku yahay ummadda oo dhanba. Qayb ka mid ah haddii waajibka ay u istaagaan qaybtii kale waa ka dhacaya. Hadal dheer oo shaekhul islaam ibnu taymiya uu leeyahay baa idinku dul akhrinayaa كدبنا أنا في الصومالية. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجبة على من اتبعه إلهي لغير أمضى ولغبا قوجدك اللوقا هذا واجب يكتها يصوبنها عد الرعضي يا الرميس. وهم أمته يدعون إلى الله كما دعا إلى الله وكذلك يتضمن أمرهم بما أمر به ونهيهم عما ينهى عنه وإخبارهم بما أخبر به إذ الدعوة تتضمن الأمر وذلك يتناول الأمر بكل معروف والنهي عن المنكر. وهذا الواجب واجب على مجموع الأمة وهو الذي يسميه الفقهاء فرض كفاية، فإذا قام به طائفة منهم سقط عن الباقين، فالأمة كلها مخاطبة بفعل ذلك. بحث دير بشوخ سيود أوليه ومضر رنبا حلك أويالا أحد والبو نبي الله محمد رميو الراعي واجب دينيت وصارا وي فرينتا يردنبال كان نبي أكتغ إنو قدبيو على سبيل الكفاية. هديس أمد قيب كميدة أقنتتو هوشا إلي أستاقتو إنت إنك لوينو بدبادينا هدي لكن أحد أستاق الله وايو أمد رنبا دنبابيسو هوشا إذا خطر أي نقونيسا. أحد والبا واجب قوني هوشا كسارا مركا لقي إيغو بايلاه دا كجر تهدى هوشا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قضب كأفراد إرعى وحاوي غايد محيطاي وشيددا ومد الدين كله يري أما الله إنه أقول باقي إنه وشيددا محيطاي دنت إنه كلنا محيطاي وشيددا كو وأداء الواجب دين كمرك إنه مد وغير وغير إنه دنت إنه كلنا كوباد وحلك الله النصارى إنه جدنه وأداء بعض ما وجب wixii kugu waajibay qeybo ka mid inaad gudato weeyo ujeedadu. Qodobka labaad ee raacana waxa weeye irdaa'u llahi subxaanahu wa tacaala, ilaah inuu ku raalli gelino bihidaayati lbashariya, aadamaha in la hanuuniyo oo khayrka loo horseedanu ilaahay ku raalli gelinaynaa. Maqsuudku koobaadi waa hidaayatu lbashariya oonu ka dhex eegayno gudasho aynu gudanayno wixii ilaahay nasaaray barhkii kuna doonayna ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu raalli nagaga noqdo. Asaaliib iyo wasaa'il baynu adeegsanaynaa markaanu waajibka gudanayno ummaddana aynu hanuuninayno. Wasiile iyo usluub wuu kala jiraa, wasaa'ilu dacwa iyo asaaliibu dacwa kala jira. Wasaa'ishu waa waxyaabaha xisiyaadkeed adeegsanayso ayaa wasaa'il la yidhaahdaa. Anigu hadda matalan markaan khayr idinku yeedhiyo wasiilaan ahay, makarafoonku waa wasiilo, wasiiladu asalkeedu waa shayga lagu gaadhayo shay kale, waa xadhigga ama tubta aad qaadaysid ku gaadhayso shay kale oo maqsuud oo muhiim ku ah. Danta aad leedahay weyn, raadadka iyo xadhkaha iyo agabka iyo alaabta aad ku gaadhaysaa wasiilo la yidhaahda. Masjidku waa wasiila lidacwa, makarafoonadu waa wasiila lidacwati ila allah, wadaadaha madaxyaha waaweyne daruuriya mahaye daldal mahaye xaq baan sheegaynaa le, waa wasiila lidacwa ila allah. Wasaaishu cajalaha aad qaybanaysaan, social media alaabta laga daldalahayo, adeegga la adeegsaga, agabka la isticmaalo, loo isticmaalo in fariinta diineed lagu gudbiyo, maxaa la yidhaahdaa? Wasaa'ilu dacwa. Usluubka dacwada waa muxuu? Waa qaabka wax loo gudbinayo. Hadda markaan hadlayo, haddaan targhiib iyo jeclaysiin iyo aan jannada halka idiin soo dhigo, waa usluub min asaaliibi dacwa. هدان إذن عبسيو إذن بچيون ترهيب استعمال وامحي وأسلوب من أساليب الدعوة. هدان خطابك قالوا
يا هدان درس أخريو يا هدان هوس وحكوكو شيغو يا هدان قابك وحكوكو شيغانا وأساليبتي وقابك أو استعمال يسو آلاتك أيا أسلوبك اللي إلى هذا مرك أساليب الدعوة أي وسائل الدعوة ساسي كليه أنت أمرك أن يسلفها الدعوة تفق الدعوة إلى الله هي حكم الدعوة إلى الله هي ما الغاية من الدعوة إلى الله أنت أن يسلفها أنه حنوجد بين قواعد دورة قواعد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى شن قاعدة نسكت يعاون أن كوكو بهوشة فرد حيانا بل أن كوكو بجبيو تشدد أن الله إن شاء الله تعالى قرآن وايدين شو هو وحي هو حسوسين عشرة إذا أقول إذا ما شرحها يو مسائل عصب إذا ما شيء يو لكن واحد هالمانتين أما أت قرن يسون يعني إذا حسوسين يا قاعدة كباد وحين لنا ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن فهو عزاء الجاهلية ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن فهو عزاء الجاهلية نيك الداعية وحن كربنا أن كدورينا إلهي الرسول كنا كدوريان إن أمضى أويرو كتاب كرب جاي يسون هذا النبي محمد يا إسلام كجود إبرة أمة محمد عليه الصلاة والسلام دن خاصة يا مذهب جونيا يا أرق جونيا يا فارق قبيل دين الله ما أقلو إذن كل ما خرج عن دعوة الدعوة وحلها الوضع عربي وآل انتساب الدعوة بكسر الدال والانتساب عزاؤنا والانتماء والانتساب معناها اللوجد معنى الجاهلية نوام حي وشيء إسلام كردنكا رقم مدى الجاهلية ولا هي نينك داعيقا باقيسو يفرينتيسو يومد وحوه يريو وإن أون نقضه إلى كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليه سلف الأمة هي أدلة سرع وحي تست ومد إن لقيبيو ومذاهب يؤرر يفرق يو ورد ميد لغو قيبيو أيضا الله تعصبو لغون اللقويو ومحي وعزاء الجاهلية وانتساب الجاهلية وانتماء الجاهلية معها دعوة الإسلام إذا إنك داعية مركو ومد أباقي كتابك ربك أغير يا الله أغير يا أولي هاي وإنه كهفنادو أو كبرنادو أو إسكدر تيرو أو إسكدرغو شاررك يكوفيده كلا دوان أما قعيضة بضان واته وإنه أبرح ترمو إلى كتاب الله وسنة رسوله كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن فهو عزاء الجاهلية كل ما خرج الدنقاب كلا دين كله كل ما خرج عن الانتماء للإسلام والقرآن فهو انتماء للجاهلية إن هذه فانتين بان أم ليني داعبان إلى الله هدات إلى هذا حقا نادي ويرد أرهبل وإن لحوتيو وحكان لقبو معنى هذا محين نقط خائن باطا أمد سرية محاد نولي هذا هاي إلهي بان دون كويريا إلى كتاب الله بان دون كويريا إلى سنة رسول الله بان دون كويريا طريق السلف الأمة بان دون كويريا بين تاوي وحاتي لو حان دون كويريا إن أرك يجو إحنا قدو إن أنا وأدونك كتلينه إن أراك على أي باب آن طريقه بلاية إن يكون نقطه أحزاب تكان الله ميسك هو سيسلك جليه كبه على لض المرء ورك ساو عده الدعوة إلى الله اسمك ينيان يد نيسي فرق قبيل دينيت هي الدعوة إلى الله وإسديدين ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن فهو عزاء الجاهلية معناها نجد وامحي قاعدة أيضا شريعة كتابك السنة يجمع سلف الأمة كار كيسان النصوص وين التلمام دوننا معناها نجد وحوي تعاون كستا إسكاشة كستا أما إسباقت كستا هبر وعشة كستا إسجيرد كستا إيو إسهيلين إيو علوبت كرسا على غير الإسلام والسنة وتناصر على الجاهلية وتناصر على الجاهلية وحو البون أهين والإسلام كان سوكا الميسنو كتابك الرب يسدو كهر مريلا أن سوكا الميسنو وحو البون أهين أو أره أن سوكا الميستار لسكو تعصبا طريق هبلاية إن لحوجيا مد هبلاية هل الدمية وتناصر الجاهلية
جاري محلو يقان تعصب إلى الأحساب إلى الأنساب تجبر كبر دنيسي ميل قوني أو خاصة وحكو وديد يو شبت بالو يقان مركا بورك دعوة إلى الله إيا لقان كادو إنا يوضو السعودان بال الربا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أنت إلى سبحانه وتعالى دوني هل مثلا مركا إذن كبار رجي مرهضان نيري ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن فهو عزاء الجاهلية وحامض إن لدن استاغوا طوائف تأي فرق لو نصب شيكتو أما لحك سدو يؤرد دينيد محاب بنان محام بناني ومثلا إن لتلماموي يا تهي أرهب الأذون أرهب الأذون طريق هبل ميقاته أنت أزح حزب بينك أنا الانتساب إلى الطوائف وصدح شيء صدح حكم وي لباب النار يمد حارانا إن طائف فرقة طريق مذهب أظن نصب شيغته وضو أنا شيغته وكو كلا كحكسته صدح حكم بين نقطه صدح واحد أوكل جمل انتساب محمودة آنايسي إيا شيغاشو يو أبترسي لأقول يهي ولا تشعل يهي قرمو يمادا نوع عاسي وحو يمادا وآل انتساب إلى أمر شرعي شيء شرعي أقول يهي إلى الرسول كيس أمانين أقول أقول يهي مركز حقي سأوشان شرستو إلى تض النصب شيغاتو وانتساب محمودة انتماء محمودة كالانتساب للمهاجرين والأنصار والمجاهدين ونحوهم حاتر أنا من المجاهدين أذو أنصار وحاتر أنا من الأنصار أذو مهاجر وحاتر أنا من المهاجرين هو شواء انتساب يا أبترسل لتشعيل يا هيو وناكسن إن أطنك وحياته وحاوي هدان لقوه أمانين حلقوا ما يستم حي إلي الهجرة إلى الله ورسوله النصرة للإسلام الجهاد في سبيل وامحي وأمور يا أهرم الشرع وإلهي تشعلي هاي ونصب شيقت كذية وإلى شذي دي وحيا شذي وراك بلغة قاض انت إلى إلى فانتين بلغة ينشعل هاي لكن ضابط شرعي لدى وفق الضابط الشرعي يظل بنقتل ما مدونا أبو ونصب شيقنا يا مهاجرين يا أنصار يا مجاهدين يا قاب كذا أقول نصب شيقت خلدنا أنكرا يا قاب كذا استعماشا مصطلحا قيمها بضن مكا تصرف كايقاب كو استعماش ادكسغادو او غرعنادو شرعو وي كو عايد دونتا حد كيس ددان كبخينين لكن واد امانانتا قيبت لبات وانتساب مذموم اه ونصب شيغشو اما وحياشو اما اسحجين شرعو سو اوغلن او عاين او عنباريسن او لدليعي كل انتساب الى البدع كالارجاء والاعتزال والتجهم والمعاصي حاضر أنا وحنا قيبت خمرة عبته رجب بنت كوع عم بحب أنا وكتر سنوات أنا وحنا هات اللي قيبت ماشى مرقصار كذا مرضى كحياتي الضبط بنية معاصي بدون نصب شيء قريس أما بدعوي وحات أنا مرجب أنا هاي جهم بان هاي معتزلي بان هاي أشعر بان هاي ما تريد بان هاي يعني الانتساب إلى الأهواء والبدع أو إلى المعاصي ونحوها لما أقوله إلهي باك كرامي فطر كسيي دين إسلام وكقدر رقبتي ونقبل لقاد دوني محاك دوني مالها حنحن محا أهل البدع أهل المعاصي أضواب ترسل سوء فينيسا انتسابك الله صدح هذا قدام بي وانتساب إلى أمر محمود شيء إلى أمر مباح إلى أمر مباح شيء بنام بعض النصب شيء غنيسا وأنا مرك اللوجو تشيز شيء إن لوقح إن وح لقيحه أو شيء اللي جد وكريه على ربع تعريف كالانتساب إلى البلدان والأمصار والقرى حتى أنور جارس بانا ما دي بقى كتبه حتى أنور نيرو بارا أنا وحنا هاي ره بمباس أنا هاي ره كسوم أنا هاي ره مقدس أنا هاي ما حد وجد ذاك ليه إن لوجو كرتو إن روحك على قاسعه عبد الله يسومت الرهب ما سمي يوحنا عبد الله هني روبي الانتساب إلى أمر مباح للتعريف إن لقوق حكلي لقادوه
هبلك وبغدادي وبصري وكوفي بالمغليسة ودمشقي انتساب كنوع عاسة أما أنا أنت نوع عاسة إيه بنان واحد يبقى ملها لأنه وحوي لتعارفوا ذي بكجرته وجعل لكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ذي بهوس جليسة النسبة إلى القبائل إلى البلدان والأمصار ذي ملها لو ذي انتساب بنان مركب محون نقضي مد وحون نقضي حرام صدح ذي قيبود لبنا ويب بناناتي مد وابلة شعلية من نو بنائي هاي لبدي نصب شيغاشو إيا آنا شيغاشو يو أبترسوشو إيه بنانايت لبا شردي با الله شردي لبا دا هدي لواي أي وحسو بدلا ينبلاي يصن إيا واباي من نقرية شردي وكوبات وإن أن لغو حرين لبا داسي الانتساب إلى أمر شرعي الانتساب إلى أمر مباح لبا دا وإن أن كحرين ألا يعلق عليه ما شيء من الولاء والبراء والحب والبغض والحمد والذم والتناصر بالباطل تصالح جابر شرط قصاد فانتا مال مال ما كم الحديث جابر في صحيح مسلم وذكرنا إنسانه يا ويل يرو مهاجريا يا ويل أنساريا يا إسكو دعي لبا أدون يا لبا دل يروح آيام با ويسكون سدين مد باكي كلا الله ضي وإسكو هبر وعلى محور يا للأنصار إنه محور يا للمهاجرين وريا مهاجرين وريا أنصارا حقي حقا إن وحوها بروع علي أنصار إن مهاجرين نبي محمد هوش مغلي ما بال دعوة الجاهلية ونبي سو استاجع ورمحيا هيد هبروع عشدا إيه أبترسج جاهلية دين إسلام شغل كل هاي أنصار وحين صومر إنه يه أمر الشرعة أو نسب شيء قد كيسو وناكسين هاي مهاجرين سدوا كله لكن مركز سخل دن الله استعمال نبي محمد ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة صحابة وين يتبان نبي الله وحيدين وحبر نبي مشري أنصاري مهاجر وحبر نبي الله ومرد حي لبا كري لبا أدون لبا ويل أو يسقون ستي بانو والبهبر وعبي وحوه ليين مشروا مهاجرين سوق مانتين مشروا أنصار سوق مانتين مشري لبا دون ويل وركض نبي الله ونقدا نبي حول لا بأس مرضي سيدات هيد مشري ولكن نول بولك هو هيليو هذو ظالم يهنا قبته هذو مظلوم يهينا هجرب استاغو اذا هيلو كخري هيل بالباطل مرك الله يعلق عليهما لبدي بناني شيء من الولاء والبراء والحمد والذم والحب والبغض والنصره بالباطل على الباطل مصطلحي هي مفهومك في عنا هداد قاب خلدن وأذيك ستو شريعة ويعايسة شرد قال لباد الربعين لقى بدبادو ألا يعلق بهما التفضيل وإن أظن كحر تفضيل أحد على أحد بمجرد إنه يهي أنساري بمجرد إنه يهي مهاجري إن هذا كفضل بالربا نقول بالتقوى دي سي عبسدي سادو حقوق فضليس إنما التفاضل بالتقوى لأنه هو تعصب مذموم ماشي كصباح هاي هذيك لو حنقرا إن شيء الجاهلية يكون أنصاب تكفان الجرتي وفقرها بالآباء عبية الجاهلية سوى بوريس صدرت مصطلحي يا محمود كأي قيمها بنا سخل دنا دي الله استعماله فدا ساكت على نيس قضية مركة انتساب كا سدا وإن لو فهمه الرب بدن با استاغي يا طريقين بدن مركي مسلمين تلا دريمي إن أي أباهين دين كلاهين دبل وصو دبالو إنت أصفرقو أياد الله عليك لبا تميو هذا يسا بقول بها دقاري نوال بها دولي إنت أنا نسفهمي كرائي إسلام كما نوء أدينا ومد النبي محمد من حقه أهرسيدا إنا أنا قلنا نفطا ندا بدبادنا إنا واجب كي قيب كمدنا وانقودنا إنا إنت هذا هشكو قابنت هاي وحولي سملا هذا أنا أفكر لك إيمانين والله بدو قد بعض الناس وش يعني أيضا ماشي كصوب الحين وأنا تجربت هذا بدن هدي اللي إذا أوردان يا طريقه إن كان يجاب أمد يسيك لجينا يانا وهذا مثلا إنه قاردون إن شاء الله تعالى حديث كي جند من عبد الله البجل وحاقو يمد من قتل تحت راية عمية من العماء وهي الضلالة يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية حديث كمسلم نوحور عليه الصلاة والسلام ننكفار قبيل على اللوتة كهوس دنته
أما قبيالد وحوجه إلي سانا كودنتا إسلام الأم بكودنتا إسلام الأم بكودنتا حديث كواتل المسقع نبي الله ما هي العصبية فارق قبيل كوام فارق قبيل قبيالد باتقاني مد دين يدو كدرم باتشيرو مصيبة وشرط أن الدوقل لي آيات القرآن لو كنت تستوزن حديث لو يبيب هي أو إجماع على دول سارة هي كاب قبيل باتاسي ودي كان وداد كوفيد وين الدكتورة أما شيخ عالم اسكادغا هي أي هوشة ودا مصيبة كلو نبي الله محي تهيب ولب عسبية قال أن تعين قومك على الظلم عسبية إلهي رسولك سديدين وحوي إن تلك قرد الرؤوك هيلسو قومك والنبي قد سوما هذا حزب قادي كورن iyo iskuul kaadi madrasadaadi wadaadiya saaxiibada ahaydeen kuwa iskuuloodka ahaydeen kuwa isku galaaska ahaydeen aad dulmi ku taageerto xasabiya jahiliyad ku jirtaa hadii ku jubeer in mu'tama sana waxa ku yimid laysa minna man daa ila asabiyati wa laysa minna man qatala ala asabiyati wa laysa minna man mata ala asabiyya faraq qabil ka diinad wa in uu kab marnaado oo uu ka badbaado oo ka fayow yahay ninka daaciga ila allah subhanahu wa ta'ala هذه كله داعي من نقون كرتين داعي إلى الله من نقون كرتين وحنقون إذا داعي إلى الضلالة إلى راية عمية إلى عصبية إلى ضلالة إلى جاهلية مرك هرتا مرك أنت داعي إلى الله هذا لبس النكار ككار علوسوي إصحب صدق إخلاص يضع عدن ما مدن يضع القطة هاي مكوجر تامس مايا إلهي كتاب كيس كريم يا مد أقوي عريزة مثل لتكون العزة مقع إيا دكتا واناكسن إنا يوأها تؤر هبل طريق هبل شيخ هبل مياد أشقين إساء أصح الضوب إساء مثل إلهي درتي بعد أشقين إساء فقضية مهم جدا إن لقين دار الله بنا إيسان بنانين حديث من الحد أصوح كيمت من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي تردى فهو ينزع بذنبه ninki tolki ugu heelay xaq darro nabigu wuxuu la mid yahay buuri riticeel ku dhacay oo xarig intii loo waayay saynta la soo jiidayo marti weyno geel oo ceel ku dhacay oo ku antaroorsaday ba sayn la soo jiiday lagu bixin kara lama bixin kara macnaheedu waa maxay ninka meesha ku dhacay lagama soo saari karo diin baan ummada ugu yeeraya xaggana faara qabiil diineed iyo mid qabyaaladeed baan wadaya isma keenaya شغل الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى قد يضم مرق كذا حول إن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فعل أهل الجاهلية فأما نصر بالحق من غير عدوان فحسن واجب أو مستحب وحل الديدين يا هاي وإن طائفة هذا صاحب هذا علوم هذا أر كذا سكول كذا مسجد كذا مدرسة هذا ضد كذا أوقف يرسو حق ضره يا اسقبت هبل يا هبل اسقد هبل باقر لي ككل ورقي بتكبوها وعقد قوارقت كاس كانت صاحبتي انك كلنا حقوق وحرق اسكت جوكس با اذا كان دحيا وحات كو هيسته لما يقان ميزانكم مره طول نقضه هبل باي حقه اما اسكن اسفهمينا اما ميزانكم ان نقض نينكاس حقوق شها اي شبه ما شهد داعمتي دي ما تهي دنيستي دنيستاتاي هذه لكن طائفة هذه غير كيد بقت حق كتاج ريس الشغل حول وشيء وناقصن أما هو مستحب أما هو واجب مر لبعض حوله فمن تعصب لأهل بلده إنك أفر قبيلية بلد مكسو شيء أو مذهبي أما عدس كأركت ذيهن أفر قبيلية أو طريقة أما سقو سدوك قن عسين يجدك قاضي وأركت الدينات كقب أفر قبيلية أو قرابتي أما سكيه أو لأصدقاء صاحب دي دون غيرهم كانت فيه شعبة من الجاهلية حنفليا تلمانتا وشيخ الشيخ أحد كبت بادا يمانتنا لهلين هذه اللي هلنا والنادر هذا هذه إذ قبطان رينيرو بالرقارس وترقارس تا يدو هين ليس ميل وحال ويرا يكوف عراتما هيا مثلا تصال الوقت شيئا رقارس إيو رينيرو يلا صفنيسا هذا أن كفير سنين مركه ربا ببعض أهل رئيسة قلب قاد حكسين يا إله رجارس من ريا أهل نور براي لا جرعي ما تمسوا ما
intii nan madmadow hadda dad aragtaan nin cadaan iyo nin afrikaan is feeraya adoo ka fursad waxa la safanaysa ya anoo kulbi ma kan fiiriyo arko ka madow inuu reeyo ma jecla oo midka cad la daad doonsho waxan waa in qalb binaadanku inay cudurada iska sifeeyaan waa muhiim adoo mooday inaad fayowdahay يا سكرات بطايبة وبلايا كابو حدا شيخ مركو حوري فمن تعصب لأهل بلدته تعصب محوها إن قلبك قد أتشحي أي حق وضع الشعر عليه سطور لبما لها وفطرة غريزة وي لكن وحل الديدين هاي عايان وحاوي إن الحق در رأيك هيرس إن الحق در رأيك كتش عليه سطور أما مذهب كيسي شافعي حنبلا ضد إله شافعي ما يرهي ساتري واتسكتش عليه سطي لكن وحدو قالت شافعين لقى قر ليه هاي أنا شافعي ماشي مرمى مرة يضا ترى مركز آفة ترتا هو ده قلبك إسكا بيادة كسو كرطي إسفهن كذا كل حس عليه بدن مرة لقوه ما هيست وعمل قلبها لكن آفده ومركا دقن جلسوا حقي وقعد أتكلم لي حط حكسته لأنك باطل ك لعصبية أما بلد أما طريقة أما مذهب أما صاحب تنمو أما إسفهن وحور الشيخ فيه شعبة من الجاهلية حتى يكون المؤمن كما أمرهم الله معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسوله قضية داس مركة وامحاي أن نكرمنا قاعدة داس علماء الله وحين نكرمنا ننك داعقة أما جماعة التبليغ هن نقضو أما قوليها كليك سور جيدة هن نقضو أخوان المسلمين هن نقضو هي جديدية قوليها دي جرتين هن نقضو محوان قوليها كلي قوليها مصيبة داها قال لي حشيجي حزب التحرير بما سعوليس وكها اعتصام أنا ويانا هين أرث ما هذا قصة شيء أنا قصم الله وانا هاي إذن أرد أصدنا نتواكفت له وحل دون يا نينك الداعب أنا هاي له ما قل دوني بهالشيء كتى إنه أرد ترمه وضاعت ويا هاي دينك ومدو ويا ري أو إسك إلى ليو فارق قبيل كدينت وأمدك أودرًا ضدك الدنيا هذا ظهر سيد ضد قدك توي كفهم يا لك هذا الدين ضدك الله صمره ومصيبة مصيبة وهي وأنا تأودرًا وأنا خيانه قاعدة كوبات وحولنا هاي أمضى إسلام بابرة أسقى الدقة كتابك ربي جيبا كفلًا وإسكو إله وإسكو النبي وإسكو الدين وإسكو الرسول إسكو مال بي أصعدان نينك على أقاضي يا خير أويه يا وينو دعاد وهذا oo danaysiga iyo urraysiga iyo faraqabilka diinad uu ka daayo qaacida koobaad waa inta uu jeedada qaacida labaad ninka daaciga waxaan ka rabnaa al xifadu cala jamaacati wal itilaaf waxaan leenahay al xifadu cala jamaacati wal itilaaf wa aslun min usul ad-din ninka daaciga ila allah subhanahu wa ta'ala inuu ilaaliyo midnimada wada jirka iyo walaaltinimadka wa aslun min usul ad-din wa inuu og yahay ينصو كرنا نعبد هوشا وينو عقيدان وآمنه كنا الشقيو أمضنا وفعل قطسه إلى أنت وذا جرك وذا صعدك مدن ماذا تفرغ ولا أنت إسكت دوبنانتو وإنه وآمن إنه يتي أصل دينه ومن أصول الدين ما شيء سنة شيء سنة ما هو فرض عين على جميع المسلمين على كل فرد من أفراد المسلمين داعي إلى الله مركه وإنه هو شاك شقيه أو كهرته شيء كسته هو شدمنية أما دعوية أما دنتالية أما خطر بجلني هذه جماعنا كم إذا سكع شتي أحد يبلنا كوك شيء إن أمد أقنت له أديه إن أرامشة وحلا ترى مثلا إن ضدك الجهل هذا الدين كلاه اللي بروه خير لجر هذه وناك بسكع المستي وانا جاء سجا وانا نقرا كلي اور كاي وحن وسيله انو وان وسيله مقصد ان لو بدلين ان اجيدا اي سن نقنين ان تعصب يا ولا يا برا منا ان لو خلين او ميدك كوغ اوركا يا ككل هدي مساله اسكو قبطان اد فيرن او ديكينا غرل هبل و ادا صحن ابان كن عباد ما لو بد صحن الى هذا الشيء لكن ادا صحن وين ايمانك دو كسين كرو هذيك الداعي من قريس داعي الى نفسه الدعوة إلى الله والدعوة إلى الحظوظ النفسية كالتشرة
أضو دنت هذا يمجع عادي شخصية هذا الدفاع أنا يومضن أوي يريا يا واحد وحي كرتاه شار ديني ذو الدعوة إلى الله ليلا هذا بقى نك داعي وحن كربنا إنه إلى ليو من نمدة أمدة وده شركة ده إسكو حدنا شهيدا أو آدي آد أقعد دجال لما كان باقصد وحكستا أو كل تجبين إياه أو مد قيبين إياه مسلم كأهيد محايا لله سبحانه وتعالى وحين أفرأي كتاب كي يسمي ربضا بالجماعة والائتلاف وحن نقرر بي فرقض إيوه اختلافك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وفي رسالة هذا أهل القبلة وحيكو إجماعين هذا كون روايدين تلمامي أهل القبلة لن وحيكو إجماعين أهل السنة أهل البدعة نو والبو إسلام شكتا وحالوغو إجماعو لسكو راعي إن لك لطغو التفرق في الدين إنو مذموم يهو عن باريسين يهو حاران يهي مسلمين تو إنه كلا تشبان أو كلا تغان أو كلا دقاقان إنه حاران تيسن بنانين بالغو إجماع لكن محال لسكو هيا نو والبو حولي يهي كلا تشبك مسلمين تي كلا تغو دو أنو مكيني هبل باكيني خلافك إيه بربرك أمد هبل باكيت لي أنو كمطلنين هبل مالك بوده هي وحي اهيد انو اني سوراعو مخايي انو حق بان كو تاغنا اسنا باطل بو كو تاغنا انو را باطل او ما نكون كرو او اسا كو مراعي كرو اسا اهل باطل هينو سو لابتو توبت كينو اني غو سو بيراي اهيد اون سدا كو ميدونو ني ول بالكا سو تاغن يا تبلغ سدا سيدا هادين اعتصامنا سدا سيدا هادين اخواننا سدا سيدا هادين انغونا سدا سان نيري حزب التحريرنا سدا سو يري سو ودا وخي اون صوفيه طريقنا سدا سي تري وبهذا إسلاميين وهي أنت هو قشعة يدي أو قشعة يدي لما تدين كرات إن هذا الدنيا دفانتان مرة بقى نين ما أنت آمن سن أذا خلدن ومدنا أذا كل شيء بيجي فدنا أذا وضع ميجرة وحنا سكوا فقصنا هاي مسلمين تونا يمدوبان أي هل نقضي أي واجب تاي إن أي كلا تجان ولا كل شيء أي حاران تاي مرمية كتاجر نين كاستو حو اسو امن سن يحي ودديسا ان لسكو يمادو ودديسا دك خلافاي بانا كيناي امدو اني كلا جبتو خوره انو حق بان كو تاغنahay والمخالف على الباطل والرجوع الى الباطل لا يجوز اجماعا باطل كو شير وا ما وا ارغتي سي دينيدا اسو امن سنا بو اركا وخي خلاف سن باطل يا هديني والبالكا تاغن يحي إجماع نول بينه كعذر الدارت أو رهان وصابك ومدة كلا تبي يميه أفضل أن مكين عدة كنت هلا لحاج جدها هلا سوء عليه هلا صوت ضباله هي بل أنا هلا يكينه القاس باشو دمت أنا ورو حار المايا هي بل باطل أنا حات المايا والسوق كين واي محار دعمرك نول بهلك سوقات كيست لكلا تك ومدة بربرتي تضباطا فرقه كبضا أنتم النبي وشيو كربي ودافين نينك داعيها مركا هاوشو وطالا وحاوي انو كشقيو ومضى وذا شركي ذي من نما ذا وكشقيو كان باقصد اسكن الى ليو وحكستو ومضى كالاتشي بين يا مسلم كا ومضى مسلم كا مركا لها قيد كاسي هو مقصود دنتان كاين واد فهم الزام بيلت قاعدة اللبا صدحات انو قد بيو هداينو نري ومضى الا كالاتشي بيا وحاران اني من مدودنا وواجب داعونا وحواجب كوا إلى الله سبحانه وتعالى إنه كشق من نبض أمضى كان باقصده إسك إلى ليوك لجبنت هذا أمضى قابك من نبض الله إلى لنكرا سؤال ليس ويدي أما قاعدة صد حد بينه كنت المامين قاعدة صد أمرك وحاوي آدمه إلى إسخلافان وطبيعة بشرية وضرورة عقلية ومسألة شرعية الاختلاف إن أدري أنو أن كلامان دوانانو أن مسألة إسكو خلافنو أن كلا أركت دوانانو وطبيعة بشرية وضرورة عقلية ومسألة شرعية لكن خلاف كاس الشرع أو ربط إلا أقاسمه ولو أقاسمه بقواعد وأسس بقواعد وأسس إسلامية أنا أدوغو إسكو عقل منهن إسكو علم منهن إسكو أركت منهن أفكي نباك لدوان اسكو قيمين منهن اسكو قاب منهن ما دام ان كلا دوناي وحيا بان كلا دوناي نعم كي الهي قيبي ان كلا تقني قدراتك
عقلي أن كوكلا تكني مدة علمي جا أن كوكلا تكني مدة عملي جا أن كوكلا دوانا وحاد لنا يصير أن نسخلافنه سمالي وكما ما نبا قبل الله صوب حيبا ليدي آدي آدو فولحن مركز ورين كارقبة تنسيد دهيسي تن حقيد أود دي أصوى الله قرح سنت أقوات قلن شيء يساق الله تهاي وحلو بلدن كان كتاقنا كسو استاقو صاقو في ريكا بدا عوقات حق مك لا يستاغو اني قروح سراريس دنكا مك لا دورا اي فول خباريس يعني شيء لا دورا هي عادي ان دخل لو هي با لو اسكو خلاف هي لو كلا دوانا يا ارقتيس اي قيمينتيس مرك افكار نظريه يو ارقتي دينيد محاد مودا مرك وا طبيعه بشريه او لياب مالها وضروره عقليه او عقل ادمه كلا دوانا كلا بدن كلا قيمها بدن با كين يا ان كلا ارقتي دوانا ومسألة شرعية وشارعة وشغل الاسخلافها أيوه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ما أنت الاسخلاف تنو إن دحت شوقا مركا أن دنتات كسي ضرد دون تنصوبان هاي لي نبي قلت تاقن بي أراك تسكو خلافنا أبو بكر وعمر صحابة ونبا اسخلاف لكن محلقوا بدبادي خلاف كودي أقاسمي سيدة شرعة وقابتين أو أقاسمين خلاف كنية كلا دوانان شهنو يا أركتيدا كلا دواني هذين الشريعة كو قيمينه أن كو بيز قرينه لبات مكينه بربر مكينه من ماذا نمر دعوة بل وناك بوترا دين تهور مريا أقون تبديا ترى فكر أكدشة تفريع باكدشة مسائل باك صبحة وظاهرة صحية لا مرضية مركز سكلي ومركز أن أجاسنا خلاف كين صدرت علماء مركه وحي كلا قادين خلاف كي ايغو كوب بسغرين يا ادله القران كي سنه يا جماعه مسلمين خلاف اسوغو وحي وبخيان وا خلاف سائقه وامد لو دول قادان كرو لا ميل مارين كرو منا خلاف مدموم يرهدا اني ادوغ وحان اسكو خلاف سنهاي ان با لي راي الله تيمد ودادو هدو خلاف كتابك ربي يا احاديث النبي محمد يا اجماع المسلمين تا أما قياس جليا أما قواعد قود الشريعة وحال ورنا يوا خلاف مذمومة وحال لقى السوق هذه ما النوى لقى عمبارين ومتنا ولا قاقبا كاسو كل وافتنا الخلاف لما يجي هذا وآفوا وأني نقف فندوبي وكنت قصوم فندوب أركتب ولي من وداتك مجتهد بنايب ولن روح عدي ورهب البنايب ويري أركتيد الدينية ووضع يقابك وحول لك هاي يوحو أمن سنية مركز لميزامة ولا قيمة وميزان كشرع الله صاري كتابك القرآن كوري مني سنة النبي محمد خلاف سنية وعط معها اجتهاديات إجماع المسلمين تقديم كابو الدمينية قياس جلعة وبنان كيالو على الكتاب والسنة والإجماع بخلاف سنية قواعد الشرع الإسلام كيدي جسي عدل كي علم كي حكمة لها ورنب الدمينية حان لنا هاي وذاذو قبك مسلمين تي وحروف كتيرين بعد كب وداغو عذر في الصعدات هاي وحال قبته ومح لما يجي كرو وما دوا إلا قا قبته أما دل بالله ذا أم والله وحرس هذا وحا هذا ود روح آمننا وما دوا لقى قوانيا كخلاف لما يدوا محي يا معلم بقول وانكو ادبنا يا ادب انكو شعيب وانكو توري بكو توري بكو دل دل معلم ذا وكل ربع معان كل ربع كل رفتي وكل رقم رفتو حال ليه هاي هؤلاء هؤلاء وحاج تاجن تاي هؤلاء معلمي معلمي الدنوي أبا يه يدا وحوق خلاص باقي الشيء وكل عن أنتي قيد بالقوي يردي ربع حال وكل رفتي وحاج كل عيار سلقا كل شبيه وحاس إنه هو حال ليه هو هؤلاء وارد وقي خان والقوي يرجع عيوار دق انتاس لكن قاس بكوكو بالبيضوق ترى بكوكو قبضي نحل ليه ده شيء كله شيء حد تصالح لو جاي شغل بحد بوله مسائل نظريه واجتهاديه هو ما تسوق خلاف فكرته يا الله تيمد اون ايات القران خلاف سنين اون حديث خلاف سنين اون اجماع خلاف سنين وحان لنا هو وخي لو يقان عالم مجتهد انه وخ سو كرديو ارقتي تيدا كدونا او قاطو دقن بي اهان جرتي هل لو حرمه هل لو قدريو هل لا نقاش مسخانتا مس مسخانو انغو ولالو ان كلا دمنين ان اسعاينين وخ لا يقانو لكن لقيت ايه قران كبو كنت اياتي حديث تو كنت سنه دي بو قرم مري اجماع المسلمين دو قرم مري هلكا سو سو استاغ و خو يقول وحان انت اجتهاد شرعه او فري يا وحان كو غبا غبيي يهودي دنتو جنة غلي او نصراني كو جنة غلي
oo buudiyaha muslimiinta intii ku dhameeyay hinduusku ay janno galahayaan oo kuwa Myanmar fadhiyo ay janno iska galahayaan nin walba intuu dadaalo wuxuu ku qancuu ku janno galahayaa muslimiintu diintan ay ku janno galahayaan yahuuddu tooday ku janno gali buudiyuhu tooday ku janno gali hinduusku siikhu nin walba wuxuu diin mooda wuxuu waa iska diyaar buu maxaad leedahay ninkaas oo kale ninka wuxuu isma ijtihaad baa mise وإذا بدره كازو حيسو بصر حموي وما دين لقى قبته كازو كلي مركا شيخ الإسلام التيمي مركو هو شاكال وحولي هاي اجتهاد كصائغة وما دم مكة لتشبيه بربرنا مكة ينو لكن الاجتهاد الصائغة لا يبلغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغي لا لمجرد الاجتهاد كما قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد الصائغ بل مع نوع بغي وهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه حد كذب إن أنا وصمينا مويه اختلاف كي اجتهاد الصائغة لونت أمريكا عنا أمريكا مسلمين يعلم الوية قانعي بربر يكلا شبيد يكلا تجد يتفرق ما كانوا قوم واحد يقول كي ما دال لكن إجتاء سائغ نمحل لي هذا سيء وداعيه وحصوص تلا وحوات قرن إنسان إجتاء كسائغ أو حلوج هذا أراك تدا هذا الدينيت يحول مدة أقول يريسو أما أشجعنا يسو وإن إنسان خلاف النص من كتاب الله أو سنة رسوله أيسن خلاف الإجماع صحيحة أيسن خلاف قياس جلية أوسن خلاف القواعد الكلية للشريعة الإسلامية أفرطا قضب أركتدي كبد بادة ننكي مجتيد كلي ما دوحان لنا وحلي من مسألة صائغة اجتهاد واجتهاد صائغة أقون تذيب ولي هاي وأنا أركتدي نظر لقاذن كرو أي نكن نقاش دون أركتدي وداد هبل إي هبل كتابة ودو شريعة تابة لقاتي تابع الرون أن كان نقاشنا مرها توصل نص خلاف سنين من كتاب أو سنة إجماع خلاف سنين قياس جلية خلاف سنين قواعد الشريعة أوسن دمينين نكوري منين كاسا الاختلاف الصائغ لأجل هذا هذا مسائل كشرعي والله بقي يبوت مسائل كشرعي إيه وذا دوا إلي ما دين الدين كنا أطيريان بالله مسألة أي آيات قرآن يا حديث يا إجماع يا قياس جلية يا قواعد الكل هوس جينيان وبنان كتالة إذن مسائل كروح خلافة خلاف كسوى خلاف مذمومة أصقنا وحود حياة إن لجاليسيو يا إن لتبديعيو يا إن لتفسيقيو إذن خلاف كوا خلاف كم مذموم كأها ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا جليا أو القواعد الكلية للشريعة الإسلامية وركيسو بنان كتجينيس مسألة اللبات وأركت الدينيت وشريعة الله تيرنا يو نك اللي منه عالم مجتهد ياي حقنا خلاف سنين نص إجماع قياس جلي أي قواعد الكلية لا بد قبيض بين قنيس وإذا أدوه مرك واحد يسكوها يار الرضا هذه أقوال تد الداعي والله كسيء قيمة ميزان كسر قيب تهرا أدوه ياي وخلاف كم مذموم كاي ومدة كلا تشبينه يا حقنا الله وقلي كل جود نو مدة إلا قبض مرك واجبه هذو قيب تندبيه هاي وحاتر هذا وحبا إذا مرد حي يسكو صبيرة وحيدين دحية ما تشري اسكو صبيرة تصالة ندسين ايه واقعينا والحكوفة ميزان ناينتوان كي إلى هدا دقال أركتي الدين القصة ليسان ودحية با تشرا قليها قليه اتحاد الإسلام اللي ورن تشري واقي دنبنا اعتصام لبحاي يعني منك جديدية ضب حسين أمام الداخلة أمام الربيعية هذه جرتين للتعريف وحبطعني هذا هو متشين ويحكى لهم كوهي سنة حلية كلاوي محل يسكوها مسائل بدن بيسكوها هي لكن لما مسألوا يا عسلا قوليها جديد وحيلة هاي دقال الله كالسعودة ودمنا الإسلام كاللقاو وضو إيه وذا دو أي وضان مركا أما قبلية لالالا دقال لما أما قالها لالا دقال لما أي مسلمين تتشيغن أي سوك حيستي مدحوين يالو يردين قبل يالو يردين تقال لها نوع عاصة وحروب فتنة جهاد معها
لقد قيب قادن كرو لما تغيير كرو وحبا لغم بحين كرو قضب كا قضب وها نينتي وانك إلى هذا قضب كاللبا وحوها طائفة مسلمين تكمدة انتي عهدي بلان قلان كما بلامي كران إن أي أمة أشقيان والدعوة كشقيان انتي أمير سميستان قدومية كحيقين حق هاي ويسكو حدنا عمل معينة أما الدعوة أما أمد وحبريد ديدا أما أغوان وحتريد أما هل قني الجهاد هدو دونا وحد دونا نقضي عمل إسلامي أرلو ما سميسان كرو لبدا الندرية يسكو هايين لبدا الندرية أيها وشو أبض نيت واجد من مسائل دنبوك أركس وبحاي ولا فيت صو هاي ويسكتشري حكوماتك مسألة صدح هذا مهم الرأس حكوماتك الدنيا ما أنت كتشرة وضواغيد كتابك الرب جاي كتجا يمئها ومسلمين والسكوهاي صدح هذا مسألة أول إذا أنت كتجا مهم بقى هاي صدح هذه مسألة واتحاد يسكوهاي جديدية لا بك هم هذا هو يسكوها فقير ولنا ويكل تاجي لا بك هم هذا هو يسكوها فقير ولنا لا بو أربي كليهين حروبته وحروب فتنة نوع عاسة ويسكوا وافقين جهادنا لما يجد هذا وأنا فتنة مضى وين لقى قبض ويسكوا راعي متى يمزما سحقت ما هيزا حكام تعالم ككتر كتر لسه كونتن يدور كأنا قال ما هو مسلمين طواغيتنا ما هو مسلمين وحن كخلدين هذا ويسكوا وافقين وحلو توبة كيني هم جديدية لو توبة كيني أو توبة كير اعتصام بأطوبة الاتحاد الإسلامي إلى أمن كنا اسم رعي وكالة تاقيني باش نذفانتان مرة با باش مركم اختلاف صائغة يجتادا ميشا كجر مسيح حسابك لا جرى تي آهي ضائف مسلمين تكامدة عمل معين انت عهد يبلان كو قالان مسوك هالميسان كرام متعاون كرام ايوه مامل سميستي وحاران قليها نايد قليها كنا ويبنان تايد هذه ومسألة اجتهادية اجتهاد سائغة كفرا أيضا لسكو خلاف بناني محاكو صوبحي وإذا دو ويس خلاف سيه هو استبديع عنيا وحا يسكو هيانا مجر واسكو فكر إلى أمن كان والا كانت تاقية جديدية المساجد هذا اعتصام كما قالوا اعتصام كما مساجد هذا ما قالوا جديدية بل إذن كنت وحكو فهمة أنت وحكو فهمتي قاب كلا ندي شيء دبك ترى قولي هن سلف يدا شيء تا وحن جديدة كهاي أو كل جد واجه هوري وهابي أردن وحن جديدة كهاي وانت يدور ما آت واجه هوري قولي أخوانك وحلوه هي استوحى من سين الدين كردك تان إن شرع الله اللوجه هليه عن طريق البرلمانات يقال لقول الدين شري كتبنا لقوا قري لقوا تكفيرين شري لقوا عرسين شري هذا وهابي أردن إن يروانو كتر سنة هاي موية ما يكون قنعين وما دنو يقول يري يعني إيش هذا إن برلمانات كلا قالوا ما بقي زير جارس ما حد مشرح عنه وهيبل وأنك دين تقول جارة برلمان وعب برلمان الله وده مصر عرب أردن وركز بدأ إلى مقدشو نمان ترتين بارلمان وذا دوم بحاضرين سيدا يلا لا لوش يان لبحنن رشوي يان لبحنن ستو سال الله ترتمو صناديق الاقتراع لو كلا بحو وهابي أردن هذا حقوق نعضي إلا من رحم ربه إن كتابك الرب قال الله جه لين كروه المجالس البرلمانية إن لو قبي رب بس كطاغوت قوة ترين كلا راعي كروه كنتن سنة وحلو عرسن هاي أخوان المسلمين داعنم وحي كاين لا دين لي اخوانو وايدي سو هين رال لي اهاد وان كو خلدناي سل الهبين ما لي هي ولو بريستا وانو خلدناين وهابين هو تما غلو اعتصامين هو يدنا ما غلو ولا كلا تاغين ني ولبنا كو خو ميل كو هيستا داعنم دي با يراتاي او با باداي مهمه مسائل كل بدا ان اد فانتان مره مسائل كقاب كا وي مسائل خلاف لغا وقل يق امنا خلاف لغا وقلين اختلاف كي سائغه اها يمد كان سائغه نوائدين شيغي ما كان مركا
خلافك سائغها إيه بنانا إن هذا سدح من سلك هذا سوق هذا خلافك ودحي اعتسامي جديديو محاك هنا إن لك لبوده أول سوء من وايو بغي باشيخ كونه شخص لم تيمينه قرآن كن وبوت المامي إلا من بعد ما جاءهم البغيا بغيا بينهم بغي محية هذا يدين شيء بغي الوشي قرآن كوشي علمنا إيكا هلين والتأصيل التأصيل للنظر الاجتهادي التأصيل للنظر الاجتهادي وإلزامه للغير خذ هذه القاعدة مسألة اجتهادية وأركتد أن كل دوانان كرتو ونصعد أن لوهين لا من كتاب ولا من سنة ونجبع أن لوهين ونقياس جلي أن لوهين وقواعد الشريعة أن خلاف سنين أما إيسان توسو تاغيرين لكن اجتهاد أن لغو قرن لي بين نسكو هينا أنت ما كي تاغن تايوان ولا سعون كرا إنه كلا أركتد وان بين إسلام كبودة قرمان كرا إنه كلا أركتد وان بين إسكاشان كرا دان تقود القواسم المشتركة نغد حيسة وحبضان باي نغد حيية رمي وارك تنا وحيد أمريكا تومان تي أما لا تقول الله ما كلا تقول هذا كل بعدين شيء رمي ونو والبقير جوني ولا جاي حريص سوا وجوني لكن هل ما له وحاج ترى رمي أردن أي سوء من هيان وجيل وده الدفاع هيان جيلوا مركو عيل كي ما ده صو أروره وحواجب نينك جوا ورابيني أمريكا تومان تي وده عيل كسوء لكنه جيلوا تير كاس أردن بجيل صلي ويل كي سوء ركليه شوي معي وإذا أنت ديبي أو قبال كان ديبي أو غير الله شوي كده مركو فلان لك هذا دري نوبه هل يسيب هذا يا هدي لا تقول الله دعانا هي لو ما كله هارو وإلا وضع برمضه أضو شو كان مره بلا دم حد جيل ريه بالبالا دعي أو المديرتا هل كسر كدوري وضع برمن هذا دب برمو ويدو وحلقو أركايا ندل ندل طلب حلقو أركايا قواسم مشترك يو إنه إلى عشرة إن أنا أركت كل دونا يلان كرا وأمر كإنه خلاف كأنه كوب بيزجر إنه كوب ميزانه قواعد الشريعة الإسلامية لكن هذه بغي أودعه كلا تجيه برو بربا إيمانية خلاف كنا كي مدمن كابو النقضي سيكون نقضي وحكون نقضي ندر أركت هذا الاجتهاد جاي يد أصل دين تكاد جايسا تأصيل النظر الاجتهادي وإلزامه للغير مثلا صلاة دمك اللي تكون إن باسمك للجهره وكر لو قادات أدو كوقان عسنته أنا وان كوكو خلاف هذا دوارك تينتين مسألة خلاف سائغة كفرين هاي مسألة اجتهادي هذا مبا هو مسألة خلاف سائغة نصوص قناة كتمت كدبنا أن خلاف سائغة اسكحر منه كوضا وصحونه كلا تقيم منه أنا ودان سائغة كاقوه الرئيان ودقو حران وان باسمك السرائستو هذا إيجو هرسود لجهرتنا وان كوكو حران أو بسك لجهرتو سيد الشافعي ذي يلا لكن مركات خلاف كاسائغة هي مسألة أن درجة اجتهادك أد أبدشو أسهل دين أد كدكتو مع إيمان مسألة هبل صلاتكم حران تادي محاي الإمام كيسا وحكتك باسمك لما جهرو فذو بغي وتأصيل النظر الاجتهادي وإلزامه للغير جديدي وحيدا جماعين إسكال ميسة مبنان مسألة اجتهادي النظرية ذاهد محيوب بدلين أصل دينات باكا دقال وتأصيل النظر الاجتهادي وإلزامه للغير نينك السماي ومبتدع نينك نقول خلافنا ومبتدع وإن لقويه الولاء والبراء المعادات والموالات الحب والبغض الحمد والذنب بيكوحره فذا مرك إذن كالتشابين يسو حاوي في الخلافيات الصائغة والاجتهادات الصائغة ومعوى تأصيل جعله أصلا تأصيل النظر الاجتهادي وإلزامه للغير وأنكو إلزامي وقص من الثميسات هذه كلا وأنو كلا قاعدنا مسألة دي ندرق هين وحدو بده شيء أصل دينين محاك إيماني ثم الجدل الحاصل من التأصيل توضب باللاوان النوى الدفاعي النوى الرديني مسألة دي بالله ودي واجد ما هي كبكسون أني هبل وحبنا ما دح ماري كرو حقيقة صوب بالله بتي مسألة نظرية اجتهادية ولا تقول بده شيء أصل دينات كدي من الضوض بقى كذا تي ضوض وحي كنتي إن إنه كلا تبنو كلا تجنو دعاء نظرية ده صدق عيدين شيء إنك كبر وقتها مهم جدا
إياكم والتأصيل للنظر الاجتهاد وإلزامه أو إلزامه للغير إسك إلالية هوشا وآفد أمضى مسلم كلا جبسة دعادك كلا جيسي فتقال الله كينتي بربرها كينتي شيء والب ميزان كيسي حد كيسي الله دافنين قد جعل الله لكل شيء قدرا وما منا إلا له مقام معلوم شيء كستميزان بوليه وما ننزل إلا بقدر معلوم شيء كستحد كيس إن لا في آفة كذا لا ته حيدا نقوليها أصوليين تو إذا داني متكلمين تو ومن البدع في الدين جعل المظنون معلوما والعكس بدعين كواوين الدين كإسلام كالقدمي وحكم ذا شيء مظنون واجتهاد أي واحد كذا يسام معلوم يعني قطعية دي أصولية بتكذب وكذلك العكس شيء من أصل الدين وقطعية يحب ليس نظرية اجتهادية أنا واحد كل اجتهاد يهود دون الجنازة كقال هيان أنا واحد كل اجتهاد دين سنقل إن أول الله أنا بين تاوي معي إلي شيء من أصل الدين وحب بدأ شيء ظنيات بتكذب قطعيات بظنيات بدأ شيء أما قطعي أما ذنيات بالقطعيات خلقت ومن الزيادة في الدين جعلوا المظنون معلوما قطعيا والعكس ومهم جدا وهذا حرام بالإجماع بين الأصوليين إن شيء ظني ميزان كسل الرافي لابد له قطعيات هي ضروريات لقدره أما ضروريات الدين لابد له ندريات هي مسائل خلافية لقدره ومحرم بالإجماع لما نقول واحدا بابينا يعني كميتا هاي مرك قضية داسية هلا إسكا إلالي هذا بعض الإجتهادات هاي مجتهد ك مسائل ك اجتهاد يا كو اجتهاد سائغة محقق عليه وحقق عليه هاي هذو مسؤول حل هاي يا هاي داعي هو إنه فاهم مسؤول حل وإمام صلاة وقاضي مثلا ميل بقوم رطوركي هاي وقدومية دقمة ومحكم مسائل كاسودان سقال وافقية كلية مركو حكم كجاران هذو كان نقاشينا إمامك بصلاة اللجهر بسنك وأذلت كتب التكان وقنوضة والله قنوضي هذا مركز صوب بحضان أو شاعب بيسان بطهار نقاش مسألة ما حقوص الله يسوى نقاش طلنمو ولا تنمو قعل عوند بايدين فران هذا سقن عسان خير هذا سقن عوه إذان صلاة كتب أذلت كنيس اللجهر أكو قنوضة آمين تضوضيس مسائل كنوع عاس النذريات كاجتهاديات كا نينك مسؤول كاللغم خلاف أما إمام هنقضه أما عامل الصدقة هالنقضة أما في حق يبيه أما قاضي هالنقضة مربها دون مسؤولية هاي حل أمضة وهاي أنتو دون هلاك معلم بامل أسوق مسؤول كا أركتب أسوق قبعة سجل أنتو جية وإدين وياي اجتهادك على الرعاية وأنا كان نقاش يسال رأي مركز شو سلم تني وليه هبا يقول الله خلنا يا شو حوي دي مركز مسألة كهلاي ودلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة أن ولي الأمر إمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب والفيئة وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية ولهذا لم يجوز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض هذا الكلام الذي فهمتم بيلت ننك أمسولك وحقوق وحسوقا ننك زكاد أوروريني ننك فيقة قيبية ننك صلاة ومدة تجية قاضي حاكمك مفتي ننك نوع عاسم مسؤولك مسائلك اجتهادك ولا صعوني لك اللي تبين معي لمن الوكين معي قبل مركة وحاوي شن قضب يا مسائلك اجتهادك على غارها وإن لقاها لو مركة داعيتها هاي أضو مدة خير أقوي يوليس ودنيس آدم ودين قضبك كوبات وحد آمن إذا اجتهاد كسائقة أما كانوا بربر إيه كلاشبين يوم ضل القيبيه من مثلا مرة وعوها ضن أذو حد قد بين حد قد يكون محوها حد قد يكون محوها يدين شجعه مسائل كاجتهاد كا بغي حد قد يبقى كلام محوها إن نظرية اجتهاد اللي قد يقو أصل دينيت أوكي نيا إن لك لقوه لعلوبه لك لطقوه بغيوا هالغاز وكي مانية لأنه حد كذي بعنا رافيني مظنون ندري أن كذي مقطوع أصل دينات باللوب بدري مسائل كمركز صاحة الدعوة أم علمي هذا كشيرة
يدنكو دراسيو رقنا قوانت ديبو فيريو ندلو ميزان كيساسية وحبادان باخلدان وحبادان واسيح الدون تامكا ديبو فيريسان حسوسين تعاوي دو حسوسية قدو كاللابات نيك مجتهد كمسالة كوكو خلافية عالم كا ما بنانو إن حمان لغو شيغو قولي دو حمبو سميجي أما وادن بيلا اللي رهدو أما لا تفسيقي أما لا تبديعي ما بنانو كتقليدية كرا عين السيدو كاللغو محاد قد بكارو قدو كسدحات هذو مسؤولية خاصة أمضى وهايو وحواجب إن لغو رعارك تدا الدينيات مركو لدقن قلين إيه مش سلة جوغو وحانا إنو فوراً نقاش كي أهل لماذا هاي طول لماذا هاي قضب كأفراد ما بنانو إن لغو إنكرو أو لغو الدفر أرتي ديسا إلا بقدر البيان والمناقشة الجدلية العلمية ما كان كود دفر يسو تكو قونسان يسو تاد مكرفون قاعد هبل بوحا سمي إسكي ما دي كرتي لما أقول ممنوعوي سيقوني أدوار كيسا واتكن نقاش إيسان مذاكرة علمية ولا هذا العلمية شاكيسي إسفهن أركتي سهامين بعد كجريسا هذا تسقن عسان خير هديك لواد ولا لون بعض هان إيسان وح إسكب بدل إياه ولا النمذيني وذا سعد كني مجران مسائل كاجتهاد هدي أنا حتى كذا نافين قلوا بقشانات باب كان موالدي معدد مقلو مناصحي مشاور بس كفرا هدي لكن بغي حقود بوي ما دو واتي إذن آن إذن سو شيء أنا لسك إعلاني قلوبك اللي حاده قدام بيا ما بنانو مسائل كاجتهاد إن لقى ممنوع ودات كل ما فتوان كرتيد dadka lagu ma dhaxshay karo lama faafin karo hebel aragtidu qaba lagu ma raaci karo lama taqliidin karo waa mamnuuc hawsha ayada baab furan weeye waa aragti furan allahumma in laga boqo inay keento balbalo iyo fidno weyn oo ummada kala jabisa matalan gobol baynu joognaa madhabka shaafici lagaga dhaqma masaalka ijtihaadiga ahaa ee khilaafka saayiga uu ka furaa ee shaaficiyya xanaabilo isku khilaafsanaayeen yaa wadaad la socdo sacuudiga ka keenay baa inoo dhex keenay bulshadii iyo degmadii waxaan ka boqonaa dubaashi ka sii daayo in bulshadii caamadii ay xoogo fuudo meesha ka bilaabato la islaayo xadgudub diin cusub buu wadaa qabta wadaadka la yidhaahdo waxaan leenahay inta dala joogta xambaliyow suuq ma dhihi kartid baan leenahay markaad sacuudiga tagto la kala bax mashruucaada معن أبغى أنا كلية وإذا تشركوا مدى أنا أبغى أناي لكن أصل وحياة مسائل كاجتهادات كنا يفسحين رحنا عن لودي دي كرين لسكو تقليدين كرو خوصنا الله وضع هذي كرو لكن هذا بلشادي إنا يكلا تبت أما فتنا عام أي كلا الله يسوى الله ممنوع كرا وأو شو واجي وسمي شيخ محمد إبراهيم مفتقي سعودي شيخ بن باز كهر رحمة الله تعالى عليهما كهر قل يا أفغانيين يا أنت يعني ما دين بوحيد العين كل حفافية ماذا بك حنفقة إن سعود كل حفافية شو تجوري ما يدهم ماذا معتبر حفافنا هنا كل هلا الحرير كل هلا والله ترحيلة قبل الحرير قبل ترحيلة الله قديم محاجر الشيخ ماذا معتبر ما وحورها ها لكن بروشنا الرئيس سعود ما يقان ماذا من كاهين ماذا بالحنبلي فافنت الله فافية ربك يعني والله سكدي خلاف بالله محارب تيم حرب يضل سكوك قبصني حرب الأقدام بالحرب المحارب باللابني خلاف يدقال ديارو مني أنت برشود كبس لا أنا يسو وما ذهبت اللي قفها ما هيو وجامعات كبض أنا يان نسوق ما يده وأنا كده حقول شنينا ترحيل بوجود في أمر نبوب بعين لحره اللهم إن أردت ذا أيتي ما دام أصل وحاول مسائل كاسي لسكوما خلاف فكر قاعدة يقول دم بيس هذا الكي هذا القيام بدون أولياء يعني كي عالم كي ري جزائر البشير الإبراهيمي وحرف فإذا لزم النقد فلا يكون الباعث عليه الحقد وليكن موجها إلى الآراء بالتمحيص لا إلى الأشخاص بالتنقيص هذا قيمة بدن بولايا إذا لزم النقد بهذه قسم نقطتين وحل لسنقدي الله دوضو أو أركتد هذه للدورة أي نقطة فليكن الباعث فلا يكون الباعث عليه الحقد بك علاد أدو قبط الروح عن يحقد يعقد هذا قبط درث هون نقدينني نيجن أركتي سون وحكش أو أدلة كان سؤال كنت مزه يا ماشي كخريبا تا يوم تص تمحيص زمي لكن أصدقها ويرر هقورسن هدراب هكو حد قد بي قاعدة أفراد حين صوم الرأي حين صوم الرأي كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن فهو عزاء الجاهلية وحن صوم الرأي الحفاظ على الجماعة والإئتلاف هو أصل من أصول الدين وحيابها دانتالا أما كلا جبية
اجتهادك سائق يمد كان سائق أهين خلافك مذموم كان مذموم كأهين وحكينا إن أرقتي اجتهاد يا أمد الوكلة تبينا ويا بغي بغينا وحنسلك وقال إن تأصيل النظريات الاجتهادية ويرسوس مرة إلى الطاي قلوبك يا أفراد إيه راح عوام معي داعيك محن كربنا داعيك وحن كربنا الوعي الشامل لمحيطه وبيئته والمفاهيم السائدة فيه ليختار الداعي من الوسائل أنفعها ومن الحجج أقومها وللاستعداد للشبهات والجواب عن الإشكالات أساسيات وحاكمية الداعية أن كربنه إلهي دينك سمد عويري إنه أركت أولي هيا قون إيا فهن ملكو تشوغي بعد كو تشوغي يومد عويري وقبه داعية وحال قدر الرقارس وحال يبنباس داعية كنق نيروبي وإن الله صعود النيرو محاك الشرة ومدو كنو كنو المحاي كالتاي ديم هيك لهاي ستا أركت ذيك لهاي ستا محاي دبسدان محاي تشعليهين حقيت كغا إيمان كرتا سيلو مرتي كرا قولي هذا مرتي دا رميق سعودالة قويس والبقاء فلو مرتي قلي يقانا وذات صماليات بم يا يلوي بالله كركاسي قلبيت بعادي قولي أرماء مع عروس اللي ده يؤت جاسوس سعوت أنت صمالة كده حب عروس أقلاي هير بؤت جوا الله قصي هذاي عروسي أرماء قصي هات ويسك سعمالة كده بهادنا كوه كل أؤت جي وحود قا قوة هاي قاب كوه قم مرتجي لها بدياري مرك ليل أوتي يقول هو قراعي نصر هو قراع نصر سمعت قنا باشي لقراع تري دقي لقدر يجري عربي ما يقان لكن أفتهم بوها عور إساد يمت حقيت تجي باكفي عن أبو يويو ويوسف باكفي عن أنت الخلد وخديج جوي باكفي عن سلام الله يا نور القلوب يكود يكود ذكرية أبار باش ماكو قراع هاي هوين كي بوي متفوح بالوك يعني كل شاها كبر على راس هاي تقيدي بهاي مت هبين كم مرتجع لي عمر شر أدير كي بهالله ويدي هؤلاء يقال نووي باش بوقاضي أنت الخلد وخديج جو بقى في عواف صومالي أفك عروسوس كخلد هيا أيها واحد أنا خديج جو يقبض ما كان أنت الخلد ويبيد هذا ورمضوا مع عروسوس إن أقول خديج جو يبان دهرا عر أنت الخلد وخديج جو بقى في عن إساد دمتي حقيت تجي بقى في عن أبو يويو ويوسف بقى في عن سلام الله يا نور القلوب أنت أنضم بين مركب فهمها يا إنه يهودي القاضي جري هؤلاء أنضم بحقوقاتين دقري صومالي اللي أرمي عروس هو صومالي واسكو دبيير ومرتق علي وحنو قد شذا كلية واقع حد السو فهم لهاي إنك قاتم بدل لهي ميت كزمش لقى قاضي لها هبين هرود أحسنها وديب ترى عور وقدر صلى بس نفعي قد بري بري باس بقدرته نينك داعيقا إلهي دينك سمد عقويري وحان كربنا الوعي الشامل فهم وفهم واقع يبي أذا ودعيك كيهاي ومضى كن والبرشدة سحقائد كذا وحي كليين نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركم معاد درهاي وفرزو إنك تأتي قوما أهل كتاب معادوا يمن بانكود دي بالي الله سعال لكن الوعي الشامل بانكاربا قول يا أتغيسو كفار قريش تأتقاني أصنام تعابدها يماها جهالة دي عربية دي مالها يا عجري ماها وأني من أقون دينيد له كتبها اللي جوسه دتشي إن راح ضينا يا شبهات بدن إشكالات بدن أدير جرو إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى آخر حد قرنيسا نقوم حد الإنسان يا ثق الواقع وإن لجهل الداعية وإنه برشدة فهنسين هاي عقائد كذا فهنسين هاي وحي قنصته وحي دبسته وحي جعش هاي سوء هذا وضد أسهلنا وكسو قلي كرو دين كان وقي يدكرو شبهات كي كيان ينقابك وقجوا إلى أبو عضانية وحيداً صومالي حق هيلة أي حاجة هيلة حق موقع حاجة بإيبا إدهان هذا حق هين أمد محلو يري وقو يري سيدو وذلك يستاقي يري صومالي قاين تور هركد حستاقي بوري مسلمين أي سنوين كراتبة هل قد دالو صلاة الليل كهل قد دالو صلاة برق كهل تكدو صلاة حاجة أي نوي في عنت أقادة استخرايان لما وقانين وذلك يستاقي ري شيخو كوا من تكنين باجري فرض كي لهم باكي هذا جد إنا لله وإن روح مسلم أنتو كان يمياه جرور وخلط حق لأنوي
كورمان سنوين كهذا شا فرط يوضي عن ومدى مركا سان الأوطان فيرن أدن أددين وسائل كنكوها جاجان هولهنا يكوكوها ستيسمان ويكوكا ترتيب سنادان وإن الواقع هذا يبي أدادا يبلشدا يحالدا كوقي ميسين لك يفهم أولاي وحل النوشاي سيدنا بيقول أقدر دار ماي معاد من جبل أوكله هو شيء ندفانتين بإلى تاي نكل لي ده هذا اليوم نتيم هذا لا دير عليه من بين سكعت كم دام وقته يرد إرادة عبارة صور وريسين وحان ربه هذا هل تصير ندفانسي واقع كوساب سن قل يهان الرضا أما جماعات كي كهولن أمضى إني دين كلا يغيره يعسر جن النول مسائل بدن بيسكو خلاف سنين مسائل كابدن بيسكو خلاف سنين قيبة خلاف صائغة كفرا قيبة اجتهاد صائغة كفرا قيبنا خلاف كده ومذموم قيبنا الدين كولا كقبحة لكن لبن مسألو أيا خلاف كودو أبدن كتاقن ياهي وإسلاميين تمعاصرين تأه سنين كالداعيقة واقعي سوحوك فهم قول لك ها وحان لينا هاي وحي هو ذا أما إسلام كواناك لا تشعلو لن وحيسكوا فقصين مسلمين تو تبتي إلهي إيه كتابك سواك الله حدين وهري كجيتين سيد إلهي رسولك أوتشعلا لما هايو والله قرم مري منهجك إلهي قرم مرك أنتو دنيا هاي بقى أما فسق هكارسي سنة أما قال لي هكارسي سنة كله وحالسكوا فقين حالت إنه كسو غنى هاي ee muslimiintu boqolka sano u dambeeyay ku sugan yihiin xaaladda iyo qaabku ilaahay iyo rasuulku sirbeen ma aha waa mas'alatu ijma' wadaad sheegta dacwo iyo diin oo inta ku waafaqsan ma jiro kulligood waxay leeyihiin war waa la garan maray wadadii ilaahay iyo rasuulku jeclaayeen ummada la soo dabaalo hal la soo rogo mas'alatu ijma' inta markay isku jamaaceen oo isku raaceen wadaado dhan لما قضوا بي كلا دنتين قضوا كوبات قضية الحكم على الناس كفرا وإسلاما قضية اللبات ما هو المنهج المناسب لتغيير الأوضاع المخالفة للشريعة لما قضوا بي كتلا واقعة هي خلاف كودادو أبدا يا قصة ليسية ويحكى الفروع وي إيو مسائل الهوز جين كان لما شيء قضوا كوبات محان كوري قضية الحكم وحيدين ورمضان ما دام أي بدن كيد أما كل جد ب سيد اللي جرب أي سنة هاي وشتك إلهي أي بال مرن وكل يحدي مع حكم والسكو هاي قل وحيدين وح أنا كان كل واقعلو وركو يسوق قابيم حيدين وح أدر كسان بلايين تاع يا أفريقيا إيو يوروب إيو بريغر دحي إيو أفريقيا وقوية أدونك داثن أدونك ربعية كل واحد وحنا نجا كائن كحد أنا كنت التجون قال كائن كل واحد قال إيه هذه قالوا حنا كل واحد مسلم هل قال لقوم أركو واحد نريك نجا أفكر مش كل جوا أهل خير بيده قالوا واحد هذين وحي قال لما لقوا أركنا واحد قال وحي توحيد ثن هيا نوا مسلم وانا اجي دعونا وضعنا ورسون نقضى ولله وصون نقضى ورالله كعب صدى وان وضعنا قيل دي وي وان دحب وضعنا وحان بدبادين كرام بدبادين لكن نينك انقوار انا قال لما وقال نينك انه توحيد سدى صلاة كم وقت هو مسلم سيدا نمان كينا سوء استاقى كل قد هو أهل النار نبيهم ما ينه كوي نيدي كل واحد ترينك سارا هو أهل الجنة نوران ما ينه نينك أهل الجنة إلهي بايقان نينك أهل خير الجنة وكي أهل أي حمان سمي الله الله حساب تمي حق إسلام كي قال لي ماذا أنا نين والبوحي كم مغضى هي يا أنا وحيهم يا يلي وحي أنك كايونا وقالوا يا تكفير تكفير أو مريم الكويت إيو محمود نور عثمان عيدن كيس سمكر نيسا القاسم مريم قل يا يلي وحي قال ما تشرنا وقوما يا تبليغ وي تبليغ سوفيو بنتو دي دين كده جالسين يعني سوفيو اكتر قالت كتين يا بني دين شيغي وهابي اكتر وكفر كين سنه دخو نيمان كان ادون كو دو اسلام شيخ المسلمين يين تبليغ وي
سموكتي معلومات عوفا إذا سوفيو قيب قال يصير يا رودين كمتي قولي هاي وردت كان إسلام كشيعان إياه مسلمين بينكوا حكومة الناس يجود سيجار هانيدنا نينك قال لما يكمل قطنا وقال نينك إسلام كيون لكن كيس كم هو تكون هيو سوم هيو صلاة هيو كتاب آخر سنة هيو سنة إسلام كم وقتنا هو مسلم إلى أن قال لي كل غانا إنه كوا سوا كوما يا وأنجا عقد نساء أنت واقفتن إن فأنت مبرر قد يضع عيسك كلا تجين وداده وقد يضع علوس قضية الحكم على الناس كفرا وإسلاما إسكت دراسية خلاف قد أنت سكوت دراسية وردت كاني مسلمين تشيغان يا سيدي النبي محمد الربي يا صحابه كلهم مجرين يا تابعين مي كسوغان يمسوي كل احدين وي كل احدين مرن تامله لي حشين وكل احنا طريق الى هي اما قال لهم هاجر سنادو اون كل هي اما فسق هاجر لكن سيدي الى هي الرسول كسي الربي كما توسنين تامرن ملها هذا انه كتوسن هاي قال انما قميستين ادونك انها كتلين لهاين كنتم دول من نقنين إنك الصومالي حنيا اسمينن هاينن أنا جب أكرد مال لما هاي نوتوصل تاسيم مرن ملها يعني لقى فهم من مكان ليه هاي طريق إلى هبا لقى اللي حدين عن ليه هتذكر دنو هاي وقال وحنو قد جدا وحبا إنك خلدن خلاك أقول بأنتو دنيا دنيا هاي أنتو دون هاي إكادو هلا إكادو ميزانك شرع مكان الله لابد قضية داس هو قضية لو كلا تجيبه دراسنا فقه الواقع أما وعي شامل للدين والواقع الداعي اللغة بانياوي قضية طلبات وحيسكو قبتن ودادو هذه المسلمين تو أي كل إحدان سيدي في عنايد سيدي أوغو وناكسن يا طريق أوغو وناكسن يا منهج أوغو هبون اللي قصو الضبالي كرو اللي قصو علين كرو ميشو رب الربي رسول كون رالي كاوا طريقة دي والاسكو هيا تبليغ وحيدنا الخروج في سبيل الله أخواننا وحيدنا إيه وإن مادياتك الله برتو دولتنا لو كبيرو قولي واحد ما وإن قري لقاتل للجهاد دعونا الله وضو قولي ما هولا الله بحماية مساجد الله فرس وحنا هلا آخريو بربهاري هلا آخريو إيه اعتقاد أهل السنة والجماعة الله وضو كويس فاهمين برو ملاي ما قال إذنكم مركا إذنكم عادنا من القرآن كم الله برو إلا معلمين باتين مهمته وحوي وحال اسكوها إياه وضد أوجه هبون يا شرعك وافقسن يا أمضان مسلم كي ملايين تب ملايين تال أوجه سعين لها وضدي أي قول يا عزك وقاري لهيد إله رسول كين أو رالك أهاية وركم يا دفانتي نما وحي لقى شيء سياسة ده نما الخروج بين لقى شيء نما وحي لقى شيء وحلا آخريو نما وحي لقى شيء وأعدوا اللهم ما استطعتم إرزاز الله جنجمو نما مالبو كأركي أنت أصلاً دم والسو كيري كراي لكن حب أنت عقل إيوه علم إيه فيوبي ضاعت نمو وهذا أرتو أي سحن تاعي قاعدة يقود دم بيسه وإذا قد هانو ماينا لكن كو خساري ميسان إن شاء الله بيد إلى ضحفة لذاني وحاوي حصول المقصود الشرعي ببعض الوسائل لا يستلزم المشروعية مهم جدا وقضية ضاعتها قاعدة داس حصول المقصود الشرعي ببعض الوسائل لا يستلزم المشروعية وشيددي يأرنك الدينات شيء غير قلنا إياه يوصيده هو أذيك إيسا كما دلنا إيسا إنا يبنانتا وحالك إياه شيء وراكسون شرعه وشعشه هاي إنا دهير قلسو تسميسو لكن أدخل سميسو طريق خلدان مقالة مثلا بنت واكو بغط قدوميه جوغة وحوجيري نين والبو بين شيء هل الدلو هبل باشا كف مثل كف واجد من تولد وحلاه ويوح بين شيء بين تين لقف قادو ولا داي صبح وناس ما لكن طريقه بك وده بكور قلي وده هي وده وانا اسمه وضحون وضحون واتاي امني بالله لا مثلا امني ان له امضوا اي امني شلون نبت قال له وح وناكس نبي وحده وحانكو أو شو أكو كيانا يا هاي هنا ننك وحدة بقى لدله ننك وحدة وين لدله ننك وحجيب سيف وين لدله ننك هابين قبر
أما ويل وح قدر فهلا دلو نين والبو فرق هذا وخلص إني هلا دلو فروح قادل الله واي نبض باك الدعاء ذي دكان كسوق وفرن لعب ثلاث كي تجي معلو غير قليل دولة بينور دلاتا برلمان بالله دور تمدحوين الله مجا عابي دستور بالله نظام كلا دمبين حقوق نعمة الله هلا ودوين لسي ورق روحسن نبض خوب يردع قبل ينوب برامبرة وإذا دع هذا إسكت كذا بون لا شاب صدو هاي محلنا كتاب رب والله طور قوات دستور يا ديمقراطية يا بلاي والله طبقية وضل ما يفي عنده نبض كذا لا تي نقاها اللي هلا يحقو دي قد هذا الشيء سيارة ذي هولها سمر كل يجوا هول في عن لكن مع الله زمري ودخلتن قاعدوا ما يقول هذا حصول المقصود الشرعي ببعض الوسائل لا يستلزم المشروعية بل لا بد من نبل المقصد وشرعية الوسيلة إلى هذا وقاعدة الأورنج الغاية لا تبرر الوسيلة جدك آت قادي يا أديك هذيك سنة يسو يا طريق قاد مر يسو وينو شرعي هاي الدين توافق سنة هاي وشيء هذا كذا الله يسنا وينك وناك سنة هاي سيد إلهي لدينك هالغو مامرو نبضها هالغو سو دبالو شرعي هالغو دبقو وضيقه يودوينك وإن الله مرو وإن كان الله مرو وإن الله مرو ودخل دن قلوا حيقولها هايان هدي بارلمانا كي هولها دا مركل الدورتو صار لي يولو محبوس كان له سود دين هيا ويلش حنابا له سود دين ودوين كان له نظيفن هيا إيه وحن له الدفاع يا سوق إسلي وح ألابي كسي دين هيا هو مصلحة يا أركين ير يدن يرو هيرجع شيء لكن محيقول يرجع نين كوه يست الله كو أبوري سبحان قادر كحق يسوق هايست أقول أنا مشرعة وشرع الدجين إياه أرباب متفرقون أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين سنكتاجية شيء جا دينيت دنت الدينيت هيرجع لنا يسوق رقم جلنا يسوق وين أتكو كنتو وده صحن مساكين بعض قدسا وملكه وحريسا وحكو قدسا وحنا نقص ورد على كورم سيد قبلنا كذا تقول مكلا تكذو مير عجزو جاب كربح لو بقول لكم بعد يارين مساكين بعض قدسا كري بنك يا داتن يا إمعة كبيرة يشك يا مداري داتن مصعبة وسيلة ذو يوشي ذو لبض وين يهين شرعيتان شرعيتان وسيله يهديك الى هو وقال يحي وحق صوت الرب سبحانه وتعالى وقال يحي معايا الالهين ان عبدنا اصله كعابنا وحو جيديه ان كعابنا ودخل دنا شرع وسو قال نبي قلت صالو انسي وحول وحا ايان درن او هلاك سمين نينك امه كقسليه بينك كقسليه وفرصه قصد كو في عيا روح مسلم لغا قسليه لغا فرحيه او استريس لغا دجيه وقيمه بدن يحي بل صدق النبي وهو خير بدن وتوقف في بدن بور لكن دام بينك هذا قصدي كور هذا فكر هم قارو جرسا هبلو نينك هبل ما أنت سور راشنو عنا يعنى على شو بعد العرض لا كاكا كابوري ورب أنت مزعم نقريزة يعني ملما وقوله وديقة خلدان إن الله سمره وشدة ونعكسن وشدة ونعكسن الشرع قا وإن وتصح عن الله سمره وحين كنت يا مركا قاعدة وحوي الوسائل لا تراد إلا لمقصدها وسيلو وين شرعتاي وشددة يو أديك سنة شرعتاي قاعدة الوسائل أفرت شرد الله شرد يعني كتب كلمة إن شاء الله تعالى وحين لنا هاي مركا وحوى البو إلهي أمضى أوفره أما رسول كيسي الله يمضى كرهبان وضد اللهم لها اللي هو ريب لها أما أمضى لغفر لها مرنا والله عيما وشرع جابر دبة مرنا شرع إنه إنه دا يا خيارك أحكام بجرتا صلاة دو كلمة تلن إله هو إنا فري رسول كسبان إنا فري مسلم تقول إجماعي أدلة دي بقى تيمبالا صلاة دو إن لجاري حل جيدي أو لجيلي يو وسيلة دي طريقة الله مر مد إن لو غيسي يو ما نجا كل إجتهاد مسي إله بينك سوينا إلهي بأنه كسوه إنه آذان صلاة قليل دي آذان إقامة بيلا ذا وضع صنب الله مبري بون ما يرين كره دنبال ما قراعي كره
دب مشيد كروي افتين حلق الصلاه شيء الهينا امري اما ان غريبه لو قيبت من وي ما كل هير قلنا ان ودد لومر لا شارع انه بردبه انه عيمه سدا صلاه دي اذان حدود قاركو نينك وحدا ودد لو ادبن لها النبي انه شيغي الهي با انه شيغي نينك خمر عبه قابك لو رقم لها ودد لومر لها حدود قذفك زندي احكام محاجرته ودد لومر يا قابك لو هيغين لوغه دنبينيو شارع عدينتيسا قيبنا شرعه مقصود كي با لو شيغي هيرجلنتيسي ودد عمريزو خيار كذا لو ديني اودا غرشدادا كلب بيادات كنوشهي قيمين تدا لو دينيا لبدا قيبود بي كلايين مركا قيبتن دنبه اي وسائش اي طرق انك باهين ليس لفهم قيبتاس وسيله كستا اي وديقه كستا اود كو هرجلين كرتو اوجيدده شريعه اي مقصدكي ايا كو بنان هدي لهلو افر شرط لا هلو مكرفون ان لو هادلو لو ادمو هي شرعي انو ما شيغين بالتصريح لكن ان كلمه ميل فوق لو غارسيو امتي اذانك ميل فوق لا غارسيو ان اوجيدو اي تاي نصوص تان كفهان شنو كفهاني ومكرفون كوس بدعه هي قول يد بالا بدع مع بدع كدغي اذانك مرك لا اركي لو ريوداي صحابي اركي عبد الله بن زيد اها نبي وحوري ادو اذانك وكاديو بلال اميري وادي وادي هاد كوريوتي بلال ويير اميري اسغ فانه اندا منك صوتا ما فقش سو ما جيدا فانه اندا منك اسغ كا عود ملن كا عود دير نبي وحو ليهي اذانك مر المركو كدير يحي يكفي عن يحي مركو غاوين يحي عنوت المامه يا هدي اللي هي لها بلال نك عود دير اسغ مدن لها هدي اللي هي لها الاد عود كغيس بورتو احد أما جيسا مكبا جارسيسا إن بيقول له بهين أوت المام فإنه أنت منك صوتا وسائل كنوع عاصم مرك الله استعمال يو أديجد الدين تا وأديجد أجدوين كإسلام كا أفر شرط بعد كي جيسا إن شرعه قوة عيمن شرط كوبات أديجاني وسيلة ذاني وين يهرجن ليس مقصود كشرعها أن تكون الوسيلة محققة للمقصود الشرعي وضن القاضي وإني كينيس مريه اللغة دان لها مالا هذا أما سي يقين أيو كينيس قضب شرط اللبات ألا تتعارض هذه الوسيلة مع قاعدة شرعية كلية وسيلة هي أديك أديك سنيس وإني سنكور منين قواعد الشريعة مقاصد الشريعة أصوش كل جاهي وسيلة أديك ستي أذكر الجيل ليسو مقصود شرعي هو ناكسن لكن وسيلة وحي كينيس نحرز ضره waxay keenaysaa cadaalad darro waxay keenaysaa ummadu inay ka dido diinka waxa ka dhalanaya qaab fool xun ayadii marba haday usuusha shariicada ka horimaneys waa la tuuraya waxaan u xaqiijin mayso qodobka saddexaad ee shadiga saddexaad wasiiladan iyo adeega adeegsanaysa waa inuusan ka horimanin xukun sharci oo khaas ah ama dalil juz'i ah waa inaysan nas khilaafin xukun sharci waa inaysan ka horimanin waa inuu dalil ku dhagin wasiilada adeegsanaysa midalan شيء مشروع شيء قيمة بدن بعد كثير جن ليس مثل وحات المسلمين قالوا وحان تصي إن مسلمين تو أي أمة تتكلم ديه مركز وحيقول له بس تيسيد قالوا دي نركودي نقن كودي كان يصدق هودي خصائص تودي خاص كايد عادات كودي خاص كايد بعد قاطي وخلط معايا لي وحيكور من يسا الدليل دي أورنا يسي من تشبه من بقوم فهو منهم من تشبه بغيرنا فليس منا تشبه قال لسوء كيسيو ولا سكول لرو ولو قلقشو ولا سكول مل مل ممنوع الا في حالات خاصه هذا القران قال وسيله ان استعمال يسد او ادهيس اجيده دين دو قيمه بدن وين دليل خاص او سنكور من ايات يا قران يا حديث يا جماعه وين حكم شرعي وسنكور من قاعده كل وين سندمين تيوريزنا وان ايدو دنتي هرجل ليس دنتي وين هرجل ليس تاي اديك وانا اكسن ان لو هرغليو او اصول بدل لو هرغلي مقاصد الشريعه قضب كا فراد ادم بي شرطغا الا يترتب على الطريقه والوسيله مفسده تزيد على المصلحه المرجوه منها وسيله ثاني مفسده كوين وحي لا دوني وين سن كين نب وحاضر وحنا لغسنيا طريقه رسن مريا قاب كاسن امد خوغو بندغيا ايدا امد اوغ دريسه واد سي فوغين با
faraqabiilka diiniyadna waa ka daran yahay midka qabyaaladeed. Wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.